ايه في ايه عاطف؟ ايه يا ماما بتزعقوا ليه؟ الحقني يا ابني، تعالى ردني من اللي انا فيه. في ايه؟ ايه اللي حصل؟ الواد ده ابن الاستاذ فوزي جاي عايز 3 جنيه عشان اخوك. 3 جنيه؟ 3 جنيه بتوعي يا عاطف؟ هنحكي ونرغي من الاول تاني. الكابتن لطفي شاط شوطه زي الصاروخ، كسر البرطمان بتاع الراجل، والراجل حبسه في المحل على 3 جنيه. مش الشارع ولا مش في الشارع يعني؟ ولا يمكن اشترى الشارع. بس بقى انت كمان خلاص يا لطفي، الموضوع انتهى. لا ما انتهاش. فين فردة الشراب اليمين؟ وفين الفردة الشمال؟ بس يا اخي دور عليها عندك تحت. اتفضل يا عم، ادي 3 جنيه بتوعك كده. نبقى حبايب. حبايب لك لذوقك بس يا سيدنا الافندي. ربنا يخليك. امشي انا بقى يا كابتن. بالسلامه انت عاطف. بالسلامه يا اخويا. بس واحده امال يعني كنا هنعمل ايه؟ نسيبه؟ ايوه سيبه يتحرق كمان. انا ما حدش مبدع السنه بتاع خالص. هو يعني احنا استلفنا من حد غريب؟ ما هو من وسط فوزي. بلا فوزي بلا قرد بلا ست كانت كل خلاص. خلاص يا اخويا خلاص، هدي نفسك بقى. اما اخش احضر الغدا. استني بس، غدا ايه؟ خلاص الليل دخل علينا. استنى مقدم الشنطه. طب اديني حته حلاوه يا بابا. خدي بالك بعد العشاء تعالى بيها. والبحرين لحضورهم هذا العار وهذا الخزي، وانا بقول لهم من هنا جزمة كل عربي حر. على دماغك يا ابن زايد، على دماغك يا عمان، على دماغك يا بحرين، على دماغك يا سعودية، وفلسطين عربية، والقدس عاصمة فلسطين، وتسقط صفقة القرن، وتحيا فلسطين حرة. لنا عروبتنا ولنا مقدساتنا ولنا ثورتنا، ولكم الخزي والعار يا حكام العار، يا حظيرة خنزير أطهر من أطهركم، اتفو عليكم. احنا بسبب الشارع نجيب منين؟ نعيش ازاي؟ ناكل من جوعنا ونشرب من عطشنا. في ناس كتير عايز معاها فلوس. خد من الله، خد من الممثلين، خد من المطربين، خد من الناس. يا رب يا رب نشكو لك ضعفنا وقلة حيلتنا، يا رب أنت القوي ونحن الضعفاء إليك. يا عماد يا شاذلي، يا عماد يا شاذلي، أنت كل ضباط مصر، يا شرطتنا يا جيشنا يا قضاءنا يا نيابتنا. الناس دي غلابة، الشعب هو صاحب البلد، الشعب المصري هو اللي مطحون وطلع عينه مش قادر يتنفس من كم الفقر اللي تسبب فيه السيسي وجنرالاته على مدار سنين كتيرة قوي.